23 عام. كابتن ياسر اول شيء برحب فيك بهذا التسجيل، ما بنحسن نقول بس مباشر عندك فارس فره وعمر مكناس بشوف ثلاث نقاط يا الاهلي. اذا كابتن ياسر 11-4 يعني تقدم منيح باول 7 دقائق وهذا الشكل رائع. شوف عمر صعب دافع على لاعب يونغ. عمر يونغ خبره يونغ يعني اجي اكيد هكتور برتم المباراه بالنسبه لفريقنا. بنشوف خطا بيقوع من اللاعب يونغ اللي بيعمل اول ذا واي وعم بينجح. لا زلنا نحن محافظين على دفاع المان تو مان. شوف على الفينجر تبع ناس اثنين فاول وتوفيق صالح اثنين فاول مشكله. توفيق اثنين فاول، عمر اثنين فاول، لكن انت بدك تحسب الامان. ما 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 دخلنا في مرحله خطر من هالناحيه هي. مباراه مع نادي الجلاء هي مباراه انا برايي تحسين حاصل بالنسبه لك لانه نحن يعني ضمننا التاهل بانتصارات فعليا، لكن ما في مشكله. عم نشوف الهلب عم بيكون من اللعيبه ريكي يونغ عم بيحاول بكل خبره عم بيسجل نقطتين 44. شوف نقطتين كرايته عم بدخل لا يونغ تحت السله عم بينجح يونغ. انا قلت المعركه الثنائيه بشكل خاص. بين يزن حليلي وبين انطوني بيكر صار عندنا يعني فرق الطول مناسب. وشوف الفينجر تيب المره الثالثه عم بينجح فيها. اذا من جديد عم بيكون نادي الاهلي سيتصعب المهمه عليه في تعديل الارقام. يونغ على 3 بوينت، يونغ عم بيحاول عم بيسجل ثلاثيه. يونغ عم بيكون من رينج من اللاعب ريكي يونغ. ريكي من بعيد عم بيسجل ثلاثيه نقطه واحده بس عم بيقرب الارقام باخر 22 ثانيه 74. لا يعدي الموضوع الاوفنسيف ريباوند اللي عم ناخذه نحن مدرب الكرامه. الرمي الاولى عم بينجح فيها. نحن اخذنا اكثر من مدرب الكرامه. الرميه الثانيه عم بينجح فيها مختلف. ريكي من بعيد عم بيسجل ثلاثيه عم برجع بقرب الارقام. استغليناها هون. الاولى عم بينجح فيها 43 نقطه يعني عامل يونغ يعني الارقام يونغ نص سكور فريق كرامه بالضبط. يعني عم بنجح فيها التعادل من جديد بعد 50 ثانيه 94 92 السكور. لا يونغ على 3 بوينت من بعيد. يونغ عم بيسجل ثلاثيه يونغ.